بون السلام عليكم. انا فرحان بزاف بتواجدي هنا في المغرب، خصوصا التكريم جهنا المغرب من المغرب. واش راح نقول لكم؟ ميرسي كازا ارت، ميرسي المغرب، ميرسي كاع الناس القائمين على هذه الاحتفاليه. وفرحان بزاف كي راني متواجد وفرحان كي جاي التكريم. عايشين ما على باليش واش هو صحيح. فنانه كبيره غنية فاطمه نعرفها، مي ما على باليش كاع واش هو صحيح. شنو تقول لها اليوم؟ شنو نقول لها اليوم؟ هي راهي مليحه في المسار الفني، وربي يعاونها وربي يوفقها ان شاء الله. الحمد لله على مستوى الفن الراي توجور متالق، دائما كاين كوكبه من النجوم الصغار اليوم طالعين هذه الايامات ويغنوا مليح، يغنوا مليح الراي. اللي كتلقوا مليح ومن الايدول ديالك؟ انا من الفنانين اللي فنانين بزاف اللي عجبوني، زهير البهاوي راهو يخدم خدمه شابه ان شاء الله، ربي يوفقه ان شاء الله. وكاين بزاف فنانين ما نهضرش على سعد وما نهضرش على حاتم عمر لانهم كنت نقدروا نشوفوك مع فيديو. انا الحمد لله كاع اصدقائي وكاع اصحابي ما نقدرش نختار اسم، باسكو على بالي كي تجي العمل كي يكون العمل، وبعد نقدر كل اسم نقدر نقترح اسم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع اصحابكم.